أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل الخوف من الإخلاص يدل على الإخلاص؟ الخوف من الشرك. نعم. الإخلاص ما يخاف منه يا أخي، الخوف من الشرك، من عدم الإخلاص. نعم، هذا يدل على النية الطيبة، وإذا خاف من الشرك فإنه يتجنبه، خوفه منه يقتضي أنه يحذر منه ويتجنبه، هذه علامة خير. نعم.